هنا برضو السؤال ده هيتحل برضو، بس الستار والدلتا ترانسفورميشن. هنا ال هنا السيركت دي الكرنت سيل اتقسم للفور والسكس، بعد كده جه هنا واتقسم برانشين فور وفايف، وجت هنا يعني هنا لما الكرنت اتقسم ما اتجمعش على نفس النقطة، فكده دي برضو دي كده دلتا، يعني كأنها برضو ايه دلتا، فكده هحولها لستار، فهتخرج كده هنا يبقى في كده ريزيستنس. تمام تمام بعد كده هتبقى هنا في ريزيستنس التانية وهنا التالتة. تمام هنا دي R1 ودي R2 ودي R3. هنجيب بقى R1 هتبقى equal 5 plus 4. نجيب الأول هنا R1 between الفور والفايف، يعني تبقى 5 times 4، وهنا R2 تبقى equal R2 هتبقى between الفايف والتو، ونفس برضو ال summation بتاعهم تبقى الفايف والتو، وال R3 برضو هتبقى equal ايه اللي هي 2 وال 4، لان هي بتوين ال RCT بتوين ال 2 وال 4 على ال summation بتاع ال resistance، تبقى equal 5 plus 4 و 2. هنا دي هتبقى 20 على 11، ودي هتبقى equal 10 على 11، ودي هتبقى equal 8 على 11. تمام نرسم السيركت دلوقتي، تبقى السيركت تبقى عامله ازاي، تبقى الاي اهي نازله الفور. تمام بعد كده جت هنا، هنا الفايف دي طارت دلوقتي والفور والتو. تمام تبقى عامله ازاي، اللي هنا دي الار ون. تمام بعد كده دي الار تو، ودي الثري. تمام وهنا دي السكس، وبعد كده ايه الفايف، تمام ودي الار ايه ثري. تمام ودي بي ودي ايه ودي الفور. تمام ثانية واحدة بس امسح الاي دي ودي الاي. تمام فكده هتبقى السيركت دي برضو هتبقى برضو محتاجه تسهيل شويه. هكده هنجمع دلوقتي الار 1 مع الفور، الار 1 مع الفور هتبقى ايكوال الار 1 اللي هي 20 على 11 مع 4 هتبقى ايكوال 64، الجزء ده كده هيبقى ايكوال 64 على 11، وهنا هنجمع 3 مع الار 3 مع الار 3 هتبقى ايكوال وزي ده كده هيبقى ايكوال 43 على 11. تمام هنسهل برضو السيركت دلوقتي، دي كده السميشن بتوين 4 وار 1 اللي هي 64 على 11، وهنا دي 6 زي ما هي. تمام ده نازل كده السيركت. تمام ده المجموع بتاع ال 3 اوم والار 3 هتبقى ايكوال 43 على 11. تمام وكانوا متوصلين كده، وخارج منها ايه الار 3، الار 3 اهي. تمام ودي الفايف اهي، ودي النقطة بي دي الفايف. دلوقتي برضو دي الار 3 اللي هي بتساوي 8 على 11. دلوقتي برضو في دلتا اهي، لان هنا الكرنت برضو جه هنا واتقسم راح لنقطه، وهنا اتقسم وراح لنقطه تانية، فهنا هنخرج دلتا دلوقتي اهي دي الريزيستنس الاولى ودي التانية ودي التالتة اهي. هنسمي دي بقى الار 1 داش، وهنا دي الار 2 داش، ودي الار 3
ديش، او عايز تسميهم ار 4 ار 5 ار 6 عادي يعني. تمام، اكني بقى شلت دي وشلت دي وشلت دي. تمام، هنجيب دلوقتي الار 1 ديش هتساوي، حط طبعا السميشن كلهم بتاعتهم تحت اللي هي ال 8 على 11 بلس ال 43 على 11 بلس 5. ال R1 بقى between مين and مين؟ between ال 5 وال 43 اهي كده، اللي هي ال R1 دي between دي ودي ال 2 resistance دول، تبقى في ال 5 في 43 على 11 تطلع كام؟ تطلع ب 2.028. تمام، وال R2 داش هتطلع اهي السمشن، طبعا اكيد يعني السمشن بتاعهم موجود كلهم، وال R2 بتوين ال R3 وايه وال 43 على 11 اللي هي ال R3 اللي هي 8 على 11. تمام، اللي احنا جبناها من فوق في اول ايه ستار. تمام، وهنا هتبقى في ال 43 على 11 طبعا على السمشن بتاعته. تمام، هتساوي 0.295 دي زيرو بس، وال R3 برضو R3 داش هي برضو على مجموعهم السمشن بتاعهم كلهم ال R3 between بقى ايه اللي على اللي على 11 اللي هي دي ال R3 اهي between اللي هي 8 على 11 وال 5، يبقى ال 5 في ال 8 على 11 هيساوي 0.377. تمام، دلوقتي نرسم بقى السيركت تاني اهي. تمام، دي اللي هي 64 على 11 دي اللي هي 6. هنا السكس لما لغيت بقى الجزء ده والجزء ده فكده ما بقاش فيه غير السلك دي او الريزيستنس الموجوده في السلك دي بس، اللي ايه R1 داش. تمام، والار 1 داش دي متوصله مع الار 2 داش، ده كل اللي انا جايب القيم بتاعتهم. وهنا برضو السلك ده اللي هي نازل من ال 64 على 11 ده برضو ده اتلغى ودي اتلغت، فكده بقت مع السلكه دي بس. تمام، وهنا خارج منها الايه ال R3 R3 داش. تمام، وكده دي نقطة ايه B R3 داش برضو هنا السلكين دول اتلغوا بالنسبة لهم. تمام، فكده السيركت لو نيجي يعني نخليها مايلة كده او هوريزونتال يعني بدل ما هي فيرتيكال اهي نقطة ايه تبقى 64 على 11. تمام، وهنا السكس السكس فور دي جنبها ال R2 داش ودي ال R1 داش، وخارج منهم ايه ال R3 داش مع نقطة B. تمام، كده هجيب ال R total ازاي؟ هجمع دول مع بعض واجمع دول مع بعض واجمعهم، وبعد كده اعملهم التوصيل البري اللي هم البرودكت على السميشن، بعد كده اجمعهم مع الار 3 داش هتبقى ايكوال، هتبقى 64 تبقى ايكوال 64 دي 64 على 11 بلس الار 2 داش دي اللي هي 0.295 تبقى ايكوال الجزء ده كله كده ثانية واحدة الجزء ده كله 6.11 والجزء اللي تحت كله هيبقى ايكوال 6 بلس 2.02 تبقى ايكوال 8.028. تمام، هعملهم بقى التوصيل البارلل، جيب الايكوفالنت بتاعهم. تمام، انا كده هجيب الار توتال بتاع النقطة A ل B على طول. تمام، هيبقى الار 3 داش بلس ال 6.11 تايمز 8.028 على
السميشن بتاعهم اللي هو 6.11 بلس 8.028 هيبقى ايكوال ال R3 يعني جبناها ب 0.377 بلس هحسب هيبقى ايكوال 3.469 هيبقى ايكوال 3.846 ده ال R total بالنسبة للسيركت كلها بس كده.